مأساة إنسانية كبرى في حجمها وهولها. وكي لا يصبح البحث ذاته عن حقيقة الانفجار مأساة أخلاقية كبرى، نعرض تحقيقاً بالوثائق والمستندات كما هي. في انفجار المرفأ أسباب وخفايا ووقائع وحقائق، وما بعد الانفجار كواليس وخبايا، أمن وقضاء وسياسة، وربما ما هو أبعد من ذلك. الميادين تعرض تحقيقاً توثيقياً غير مسبوق. انفجار مرفأ بيروت، رواية الحقيقة، وثائقي في جزئين. يأتيكم في الأوقات التالية.